السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو إن شاء الله بدنا نتكلم عن تعادل منتخب الناشئين أمام المنتخب الفلسطيني 1-1. أيضا بدنا نتكلم عن تشكيلة منتخبنا الوطني السوري الأول المتوقع في مباراة الغد أمام موريشيوس. أيضا بدنا نشوف التصريحات الأولى لخوسيه لانا وأيهم أوسوف في المؤتمر قبل مباراة موريشيوس غدا. أيضا إن شاء الله بدنا نشوف طريقة متابعة مباراة سوريا أمام موريشيوس اللي ثبتت إن شاء الله في مباراة الغد. بدنا نتكلم عن تفاصيل هاي المباراة من حيث الموعد ومن حيث الملعب ومن حيث كل شيء. خلونا نفوت بالفيديو على السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير وصحة. معكم علاوي من قناة علاوي يوتيوب، بقناتها انزل محتوى رياضي سوري. اذا انت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى تضغط لنا لايك الفيديو، اشترك بالقناة وخلونا نبلش بالفيديو. مشكلة تلاحق منتخباتنا الوطنية كلها وحاليا كالعادة ايضا ملتصقة بمنتخبنا الوطني الناشئ، يلي هي مشكلة الرعونة الهجومية أمام المرمى، هي من أودت بمنتخبنا إلى هذه النتيجة 1-0. طبعا احنا تقدمنا على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 1-0، بعدين عدل المنتخب الفلسطيني في آخر الدقائق تعديل هدف حط بآخر دقائق المباراة وانتهت المباراة بنتيجة 1-1. بصراحة المنتخب الفلسطيني ما كان خالص مهيمن على المباراة ولا كان ضاغط، احنا كنا مستلمين كل المباراة 90 دقيقة، ولكن دائما بنهاية المباراة دفاعاتنا ما عرف ايش يصير لها، يعني تتشتت، ممكن يكون نزول كبير بالمستوى اللياقي. بصراحة مستوى لياقي ايضا صحيح هابط بشكل كبير بالنسبة لمنتخب سوريا، ولكن احنا ابدا ما لازم نتحجج بالمستوى اللياقي امام المنتخب الفلسطيني اللي تعرفون كلنا مشاكلهم، الله ينصرهم يا رب. فهذولا حتى معسكرات ما قام يقيمون وحتى معسكرات ما قام يعملون، بالمقابل يسجلون علينا احنا هدف في اخر الدقائق، هذا يعني ان المستوى اللياقي عندنا خالص منتهي بشكل كبير. منتخب لا يتدرب، منتخب حاليا يعاني من مشاكل كبيرة. منيح اللي قدروا اصلا يجون يشاركون بهاي البطولة ويجون على الاردن يستطيعون يعادلونا باخر الدقائق. بصراحة منتخبنا يعني يرثى له. في هنالك مشكلة الأنانية كبيرة جدا، الأنانية يسددون من برا منطقة 16 واللاعب داخل منطقة 16 وما يعطونه الكرة، وهم مثل ما تعرفون لا يزالون لاعبين صغار، يعني تسديداتهم كأنها تلقيف لحارس المنتخب الفلسطيني. حارس المنتخب الفلسطيني اليوم مسك كرات وتتلقف تلقيف ضعيفة، وهذا إجباري لأنه اللاعبين حاليا تحت 17 عام. أنت لا تسدد من خارج منطقة 16، أنت ألعب بشكل جماعي، حتى الكشافين اللي يتابعونك ما يحبون اللاعب الأناني، ما يحبون اللاعب اللي دائما محتكر الكرة، ألعب بشكل جماعي. وكنا شفنا أيضا المحترفين محمود الخاني اللي قطع كرات كثيرة في منطقة نص الملعب، وشفنا أيضا أحمد الخلف المهاجم هذا ما شاء الله المحترف اللي اثنانتهم جايين من الدوريات الألمانية. أحمد خلف ما شاء الله بنية جسمانية كبيرة، لعب مباراتين حاليا مع منتخبنا مساهمتين، المباراة الأولى هدف، انتهت المباراة بنتيجة 1-0. حاليا أمام المنتخب الفلسطيني أسيست للهدف اللي سجله عبد الرحمن السراج، أيضا ابن نادي الكرامة الموهوب جدا، هو عبد الرحمن الديناوي موهوبين جدا، أسيست أحمد الخلف لعبد الرحمن السراج، أيضا هدف على المنتخب الفلسطيني بالمباراة اللي انتهت 1-0. أحمد خلف مكسب كبير للكرة السورية، لاعبين قلال بصراحة على الأصابع ينعدون، الباقيين أتمنى أنه يتم تعويضهم بلاعبين محترفين، غير هذا الحل مستحيل يتطور منتخبنا الوطني الناشئ. إضافة إلى أن المعسعس والعقيل واللي مستلمين الفئات السنية لازم كلهم يروحون ويستلمهم على الأقل خوسيه لانا بشكل مبدئي، هو اللي اختار اللاعبين، هو اللي اختار التشكيلة، ويتم وضع مدرب محلي فقط هيك يعني يدير المباراة بأرضية الملعب، لازم ينحط له هاي الشروط. لكن الشيء الأساسي، الشيء اللبنة الأساسية اللي تبنى عليها منتخباتنا بالفئات السنية لازم المحترفين، لاعبين محترفين فقط في منتخبنا الناشئ، لاعب يعني عدد قليل جدا جدا جدا، لازم مثل المنتخب الأول يكون القوام الكبير 90% من اللاعبين المحترفين وليس 90% من اللاعبين المحليين. بصراحة اللاعبين المحليين لياقيا جدا 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 سيئين. بس والله هاي المشاكل إذا تنحل بمنتخبنا الناشئ وبكل منتخبات الفئات السنية، يتم الاعتماد على لاعبين محترفين مشان اللياقة، يتم الاعتماد أيضا، يتم إعطائهم أوامر بعدم الأنانية واللعب بشكل جماعي، جدا محتاجين اللعب بشكل جماعي. هاي الفكرة رايحة منا من الفئات السنية، كل لاعب بده هو يحط الهدف، لو كان مدافع، لو كان حارس، لو كان ظهير، لو كان بده هو يروح يحط الهدف ويسدد حتى لو كان بعيد عن المرمى 500 متر. هاي ايضا فكره،
ايضا الرعونه الهجوميه يسددون هيك بدون ما يطلعون على المرمى. انظر الى المرمى، حدد جهتك بعدين سدد. مو بس الناشئين، ناشئين رجال اولمبي الكل عندهم هاي الفكره، فكره الانانيه. ما اعرف ليش بصراحه. والمجموعه ما تتطور الا بشكل جماعي، والكشاف لما ينظر اليك، اعيدها للمره الثانيه، مشان يجيبك الى نادي ما راح يجيبك اذا انت تلعب لعب فردي. الكشافه والانديه تحب اللي تخدم مجموعه، مو تخدم حالها بس مشان مصلحتها الشخصيه، وحتى هاي المصلحه الشخصيه ما راح تحصلها مثل ما قلت لكم. كشافه تحب اللاعب اللي يلعب بشكل جماعي، زميلك اذا كان في هنالك نسبه 1% اكثر منك بانه يعمل خطوره اكبر على المرمى مرر له. هاي الفكره اذا وصلت لكل فئاتنا السنيه صدقوني سيتطور المنتخب. نتكلم عن تشكيلة منتخبنا الوطني للرجال المتوقع في مباراته أمام موريشيوس غدا. بحسب رأيي ستكون التشكيلة التالية: استيبان جليل في حراسة المرمى، مؤيد الخولي وهذا المركز اللي أنا خايف منه الظهير اليمين، ما عندنا ولا لاعب يجيد اللعب في هذا المركز سوى مؤيد الخولي بصراحة، اللي حتى عليه شك على اسمه بصراحة، ما كنت متمني خالص أنه يجي مؤيد الخولي على منتخبنا. هو أصلا هذا مؤيد الخولي مركزه قلب دفاع، ولكن يلعب في بعض المباريات ظهير يمين، فأعتقد أنه راح يتم إدراج مؤيد الخولي، ولكن الله يسترنا من هذا المركز بعد غياب عبد الرحمن ويس. ولكن أطمنكم أنه في هنالك محترف جاي لهذا المركز، واللي هو المحترف في الدوري الأرجنتيني تحديدا في نادي باراكاسي اللي هو فاكوندو مطر، حاليا يتم العمل على اسمه. أما في مركز قلبي الدفاع هنا تجي الطمأنينة، أيهم أوسو إضافة إلى إميليان عمور بنسبة كبيرة سيكون متواجدين في التشكيلة الأساسية. ظهير يسار العجان، مؤيد العجان، وأيضا هذا المركز سيتم العمل على جلب بديل للعجان وإدراجه بشكل أساسي ووضع العجان على الدكة بشكل بديل. طبعا البديل راح يكون محترف إن شاء الله اللي راح يدخل مكان العجان، ولكن إن شاء الله بالتجمعات المقبلة. أما في مركز خط الوسط فمع كثرة الغيابات في مركز خط الوسط فأعتقد راح يكون خط وسطنا مؤلف من عثمان، محمد عثمان كوسط ارتكاز في وسط الملعب، إضافة إلى محمود الأسود كلاعب وسط يمين يميل على الجهة اليمنى، ونوح شمعون كلاعبا للوسط ولكن يميل على الجهة اليسرى، كما يفضلون ثلاثتهم وهاي مراكزهم الأساسية مع أنديتهم. أما في مركز الهجوم فأعتقد راح يكون هذا الدالي هو حاسم كل المباريات، هذا اللاعب اللي إذا تواجد سواء مع فريقه يطمئنون جماهير برومو بوجكارنا، وإذا تواجد مع المنتخب نطمئن إحنا كجماهير سورية في مركز الجناح اليمين. وأتوقع والله أعلم، هاي مجازفة مني ما أعرف، اكتب لي رأيك أيضا تحت التعليقات، المواس راح يتم إدراجه بشكل أساسي كقلب هجوم لأنه بابلو صباغ عائد بشكل جديد من الإصابة، وأتوقع مدربنا خوسيلانا خايف راح يخاف على بابلو صباغ من الإصابة أول شيء لأنه عائد بشكل جديد، إضافة إلى أن أرضية الملعب بصراحة مثل ما قلنا لكم بالفيديو اللي قبل هذا موشي يعني سيئة جدا، اللي راح نلعب عليها مباراتنا أمام موريشيوس وأيضا مباراتنا أمام الهند. أما في مركز الجناح اليسار أيضا مع كثرة الغيابات في هذا المركز أعتقد راح يتم إدراج الحلاق، محمد الحلاق في هذا المركز. الحمد لله رب العالمين بالنسبة للاعبي منتخبنا الوطني الكل وصل، ومباحيات لعبوا حصة تدريبية جماعية الكل شارك فيها الحمد لله، إلا لاعب أو لاعبين كانوا وصلانين ولكن ما شاركوا فيها لأنه كانوا وصلانين بشكل مبكر فتعبانين ومرهقين من السفر، ولكن على مستوى الأسماء الكل وصل الحمد لله وما في هنالك أي غياب من القائمة. أما بالنسبة للنقل فأعلنت رابطة مشجعين منتخب سوريا في الإمارات، هاي صفحة موثوقة، بأنه ما راح يكون في هنالك نقل تلفزيوني لهذه المباراة على مستوى قنواتنا اللي احنا نقدر نوصلها القنوات العربية، ولكن سيكون هنالك روابط تنقل المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ان شاء الله سيكون في هنالك بثوث على اليوتيوب، سيكون في هنالك بثوث على الفيس، فانت ما عليك الا انك تتابع المنتدى تبعي بوقت المباراة ان شاء الله، اي بث سواء على الفيس ولا على اليوتيوب راح انزله على منتدى اليوتيوب وقناة اليوتيوب هاي. ايضا موعد مباراتنا امام موريشيوس غدا ان شاء الله سيكون عند الساعه 5، وقبل قليل خرج ايهم اوسو والمدرب خوسيلانا في اول مؤتمر صحفي لهم وتكلموا عن مباراتنا امام موريشيوس، وحاليا راح اذكر لكم كل شيء اتى بالمؤتمر. اكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني السوري الاسباني خوسيلانا ان الدوره الدوليه الوديه في الهند تمثل فرصه جيده للتعرف على اللاعبين عن قرب بالنظر الى ان الفرصه
لم تسنح له بعد إجراء أي حصة تدريبية فعلية. وأضاف خوسيه لنا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبنا مع موريشيوس والذي عقد الظهر اليوم: التصنيف الأعلى في البطولة لا يعني شيئا، وعلينا أن نترجم ذلك في الميدان. نتطلع لتقديم أداء جيد، وأنا سعيد بما رأيته من حماسة لدى اللاعبين. يعني يقول خوسيه لنا بأن تصنيفنا إحنا كـ93 كأعلى تصنيف من بين هذول الثلاثة منتخبات المتواجدة معنا، موريشيوس تصنيفها 179 والهند تصنيفه 124، هذا ما يعني انه احنا افضل منهم، لازم نعمل مشان نخسرهم، وهذا كلام اكيد معقول وطبيعي. من جهته اكد لاعب منتخبنا الوطني ايهم اوسو انه يتطلع مع زملائه للعمل مع المدير الفني خوسيه لانا وكادره، مشيرا الى ان مفتاح القوه لدى منتخبنا هو الشجاعه والحماسه لدى اللاعبين، وهو اكبر مفتاح قوه ايضا لدى ايهم اوسو، لاعب عنفواني كما وصف نفسه. واضاف: نحترم جميع الفرق المشاركه، لكن علينا ان ننظر الى انفسنا فقط، وأن نسعى لبذل أقصى ما يمكننا من أجل تقديم صورة جيدة وأداء يرضي كل السوريين. منتخبنا إن شاء الله في مباراة الغد سيرتدي القمصان الحمراء، وحارسنا سيرتدي القميص الأصفر. جرح كبير بصراحة وغصة كبيرة عندي بأنه حاليا واليوم خاصة تابعنا البحرين، تابعنا فلسطين، وحاليا راح نتابع الأردن اليوم، وراح نتابع أيضا منتخبات العراق، وهاي وإحنا مو متواجدين معهم، مع انه بصراحه ومنطقيا وعلى الورق احنا افضل من كثير منتخبات حاليا متواجدين في التصفيات، لكن ايش نعمل؟ تخاذل من اللاعبين، كان في هنالك 7 لاعبين أو 6 لاعبين اساسيين غائبين عن هاي المباراتين الاساسيه اللي لعبناها امام كل من كوريا الشماليه وامام اليابان، كان في هنالك 3 لاعبين اول مره يشاركون مع المنتخب: ايميليانو عمور اضافه الى استيبان جليل وتوبياس القاضي، وكان في هنالك تخبطات كبيرة بصراحة من المنتخب، وكان في هنالك رعونة وخوف كبير من هيكتور كوبر، هاي الخطة اللي ما اعرف من جايبها حتى امام ميانمار يرجع يدافع. بصراحة هذا الشيء لازم نخاف منه حاليا، نشوف المنتخب الفلسطيني يتعادل امام المنتخب الكوري، نشوف ما شاء الله المنتخب البحريني قبل قليل هزم المنتخب الاسترالي اللي هو عقدتنا، فالمنتخبات اللي حوالينا تتطور واحنا جالسين بدون اي تطور، ونلعب بطولات ودية هون وبطولات ودية هون. الله يستر، لازم نتطور وننهض بكرتنا حاليا على الأقل مشان نجاري منافسينا يلي كانوا قبل سنوات قليلة احنا أفضل منهم بمراحل، حاليا أصبحوا هم أفضل منا. بس والله هذا كان فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.